زيارتنا زيارة معمر، نعرف كيف الكوماندان دي ليجيون مع الدرك الوطني اللي قاعدين هنا يخدموا كيف، وحل ميسيون هنا بقى يكبدوا أديل وما يكبدوا أديل تكون دور معه. ثم ثانيا الرئيس الجمهوري أدانا يعني توجيهات خاص أوامر يعني أن الدرك الوطني يكون أقرب قوة للشعب، عشان إحنا قاعدين ندافع للشعب وأمواله، ما نكون يعني بعيدين ما بعد مع الشعب. عشان ده ندوم من هنا ذات انستركسيون مثل الرئيس الجمهوري أنتانا ده، ندوم من هنا قدام يعني يكون يبادر الأفكار مع الشعب، مع الشيف دي كوميونيتي، مع الشيف دي كانتون، عشان هون دول بس بنحتمينا الشعب. دونك الدرجة الوطني يكون قريب معاهم كل شيء يعني يوروهم على ساعة عشان الشيء يمشي في الطريقة هذا. ده هدف التزارة ونزور الإمكانيات بتاع جندرمري عشان تخدم كويس وتدافع الشعب إن شاء الله.